لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الدكتور زكريا حمودان الكاتب والباحث السياسي. دكتور زكريا، إذن في ظل هذه الروايات المتباينة بين إسرائيل وحزب الله، هل يمكن القول أن حزب الله استطاع أن يحقق أهدافه من هذا الهجوم، أم ما زلنا في مرحلة تقييم هذه الآثار كما أكد الأمين العام للحزب؟ يعني أولا مساء الخير. أعتقد أن عملية حزب الله حققت الأهداف المرجوة منها، والدليل على ذلك التكتم الإعلامي الكبير لدى كيان العدو، وخاصة نحن نعلم بأنه على المستوى الإعلامي الحربي هناك تكتم كبير لدى الصهاينة. فتصريحات الأمين العام لحزب الله كانت واضحة، وهناك نقطة أساسية ومهمة. نحن لم نعتد على إسرائيل عندما يتم الاعتداء عليها وتنفيذ عمليات بهذه الطريقة انطلاقا من مبدأ يعني الرد على العملية. عندما يحصل هذه العمليات التي نفذتها، هذه عملية كبيرة التي حصلت، ليست عملية بسيطة. إسرائيل عندما يتم تحصل أي عملية ضدها لم نعتد عليها، تتوقف وتقول انتهى الرد وما إلى ذلك. اليوم ما حصل هو له أبعاد كبيرة جدا على المستوى العسكري، وكذلك له أبعاد على المستوى السياسي. ولكن على المستوى العسكري هناك أبعاد كبيرة. حزب الله يستطيع بما تيسر من أقل ما يملك من قدرات أن يستهدف العمق الإسرائيلي. هذه نقطة مهمة جدا، وهذه النقطة تشير بأنه عدم استخدام الصواريخ الثقيلة بعيدة المدى، سواء كانت صواريخ جراد أو صواريخ دقيقة أو حتى صواريخ باليستية، كل هذا لم يدخل إلى المعادلة. كل ما تم استخدامه طليات صاروخية من الكاتيوشا وبعض المسيرات، مع تقديري الشخصي بأنه تم إدخال مسيرات جديدة إلى العملية. ما تم استهدافه هو بمحيط، يعني هو فينا يمكن ان نعتبر بانه في تل ابيب. الضربه اتت يعني على مشارف تل ابيب كما ذكر سماحة السيد في نقطه عسكريه. فاعتقد انه الامور واضحه للجميع. يجب ان ننظر الى الجانب الاسرائيلي الذي في هذه العمليه واضح جدا بانه تعرض لانتكاسه كبيره. نعم. طب دكتور زكريا، يعني هل يمكن القول إذن أننا احتوينا فكرة التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في هذه المرحلة على وقع هذا الهجوم، وأصبح هذا الهجوم ربما مرضي لحزب الله، وأيضا إسرائيل ربما هي أيضا قالت أنها لا تريد توسيع دائرة الحرب وأنها قد تكتفي بما تم أيضا من هجوم في لبنان خلال الساعات الماضية؟ يعني أن نقول مرضي لحزب الله يجب أن يعني أنا في هذا الإطار أتوقف عند كلمة سماحة السيد، ولا يمكن يعني الابتعاد عن مضمون كلمة سماحة السيد، لأنه هو القائد العام للقوات المسلحة. وفي هذا الإطار قال سماحته بأنه بشكل واضح إذا لم تتضح النتائج التي أدت إليها العملية ربما الأمور لن تكون بمرضية. ولذلك كان هناك الحديث عن رد أولي. هذا لا يعني بأنه هناك رد آخر مباشر، هذا يعني بأنه هناك كما يقال يعني رد مع وقف التنفيذ، يعني ستاند باي، في إطار أنه سيكون هناك ربما استكمال لعملية كرد، ولكن جبهة الإسناد عملها مستمر في إطار إسناد غزة. وهنا كنت أتحدث عن الجانب السياسي. يجب توضيح نقطة أساسية. تمتعت المقاومة الإسلامية في لبنان بحنكة سياسية كبيرة عندما أعطت هامش الوقت لوقف إطلاق النار في غزة وللمفاوضات. وهذه النقطة يعني طبعا نحن كنا على اطلاع عليها بحكم المتابعة القريبة للأحداث. نجحت المقاومة بشكل كبير، وأنه عند نقطة الصفر أي السبت مساء عندما وهذا كان البعد الزمني الذي كان أعطي للمفاوضات، السبت مساء المقاومة كانت جاهزة. عندما قيل بأن المفاوضات لم تصل إلى شيء وكان واضح لدينا أنها لم تصل إلى شيء، المقاومة نفذت هجومها. يجب الإضاءة على نقطة مهمة وأساسية بأن الغطاء التكنولوجي والتقني الذي
يعيشوا او الذي ينفذه العدو الصهيوني فوق لبنان يعني غير مسبوق. ورغم من ذلك نفذت هذه العمليه واطلقت الصواريخ واطلقت المسيرات. وانا بتقديري يعني كما ذكر سماحه السيد بعدد يعتد به من المسيرات اصابت اهدافها، اي القاعدتين، قاعده الاستخبارات والقاعده العسكريه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور زكريا حمودان الكاتب والباحث السياسي، كنت متحدثا الينا من بيروت.